السلام عليكم. انا بغيت هذا الميساج يوصل للمسؤولين والجلالة الملك. بغينا تفسير لهذا الشيء اللي دايرين معانا هنايا في مدينه تاوريت في اناطيك. انا مشيت في 2018 وخدمت والتزمت بالقانون، يعني دوك الشروط كاملين اللي داروهم معانا التزمت بهم. مشيت لمدينه اسبانيا خدمت، فسالينا الخدمه، مازال كانت باقيه لي شهرين عاد تموت الفيزا. قالنا الخيفي اللي عندها لافامي تمشي لافامي، ملي تبقى 15 يوم تدخل المغرب. حنا ما مشيناش، حنا قلنا له دخلنا مع المجموعه لمدينه اسبانيا غادي نخرجوا مع المجموعه. فعلا جينا مشينا في الجروب ودخلنا في الجروب. 2019 ما عيطوليش ما مشيتش، 2020 ما عيطوليش صيفطوني للجنه ديال فاس، مشينا دزنا في اللجنه. فاش جينا هنايا طلبوا منا الباسبور، فوتوكوبي ديال الباسبور، جبناهم لهم. كنتفاجئوا كيجيو عيالات من مورانا وما عمرهم مشاو ومشاو، وحنا اللي عندنا الاسبقيه. في 2018 مشينا وما عاودناش رجعنا. 2019 2020 2021 دابا هادي 3 سنين انا ما طلعتش لاسبانيا. فاش كنهضر مع الخيفي في مدينه اسبانيا لهنا كنسولو كنقول له واش الكونترا ديالي كاينه، كيقول لي الكونترا ديالك كاينه، انا معمر لك والكونترا ديالك راكي كاينه في الكونترا، سيري لانابيك. فاش كنجي لانابيك كيقولوا لي سميتك ما كايناش في لاليست. انا بغيت تفسير، بغيت المسؤولين يراجعوا هاد الدواسه ويديروا لنا حل ويعطيونا تفسير فين مشاو الدواسه ديالنا، فين مشاو الفيزات ديالنا. حنايا مدينه تاوريت محقورين محقورين بزاف لاقصى درجه، ما كيعطيوناش قيمه، ما عطيناش وقت. حنا بغينا نعرفوا علاش حنا الوحيدين اللي تقسينا وعندنا الدراري. انا بالنسبه لي انا عندي 5 ديال الدراري، والعيالات كاملين اللي كتشوفوا فيهم هنا كاملين. كنهضر بصفه عامه، ما كنهضرش غير على راسي، كنهضر على العيالات اللي ما قادرينش يهضروا واللي كاينين معانا هنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه. كاينه اللي مطلقه، كاينه اللي عندها الدراري ومطلقه وما لاقياش اللي يخدم عليهم. وسيدنا فتح لنا هذا الباب باش نمشيو نخدموا على وليداتنا ونتوفروا بزاف ديال الشروط لوليداتنا، علاش يسدوه علينا؟ حنا سيدنا هو اللي فتح لنا هذا الباب، ما يسدوش علينا، يعطيونا فرصه. حنا ما طالبين والو، باغيين غير نمشيو نخدموا ونرجعوا عند وليداتنا، هذا الشيء اللي طالبين. والنساء هنا كاينه اللي كاريه ما عندهاش الدار، الله يحسن العوان، ما عندهمش الدار، والخدمه ما كايناش في مدينه تاوريت، الخدمه قليله. كاينين ارملات، كاينين مطلقات، كاينين اللي مزوجين وما يعني الخدمه قليله في مدينه تاوريت. محتاجين هذه الخدمه بزاف، محتاجين هذه الخدمه بزاف. ودابا كنطلبوا من المسؤولين والسيد العامل يستقبلنا ويعطينا فرصه، واخا يدخل ضروري. حنا بغينا السيد العامل نهضروا معاه، واخا يدخلوا غير زوج ولا ثلاثه ولا وحده، اللي دخلت فيها الكفايه غادي تهضر على الجميع. بغينا حنايا السيد العامل ديال مدينه تاوريت يوقف معانا والمسؤولين يوقفوا معانا. السلام عليكم، حنايا معاملات الفراوله اللي سبق لنا مشينا. كاين اللي مشاو في 2008 ما رجعوش من تما، وكاين اللي في 2018، وبالخصوص 2018 فيها بزاف هي و2008. ودابا في هذا 2019 2020 تمركينا من جديد ومشينا لفاس، ولكن خلصنا الفيزا. وهذا العام تفاجئنا بان مشاو نساء اخرين اللي ما مخلصينش، وحنا تقصينا كانت نسبة 60 عاملة من هنا من مدينة تاوريت، 30 مشات و30 بقات. هذيك 30 وما كيحيدوش، كاين شي نساء ما كيعرفوش، كاين شي نساء ما كيعرفوش، كتصحاب لهم الاسم ديالهم اللي تحيد، ما كيتحيدش اسم، كيتحيد رقم. مثلا كتمشي 100 عاملة كيحيدوا منها 50 ويخليو 50، داك الرقم تاع 50 الاخر كيطرون بلاصة وبلاصة اخرين، وكيكون كيكون المبرر انهم حيدوهم حقا رحنا صونينا عليهم، ما توصلناش بهم، راه عندهم شي مشكل، راه حنا ما جاوش عندنا، وكيحيدوهم كيقصيوهم. علاش ما نعرف، حنا كنكونوا راه الا ما توصلوش لينا كاع عندنا التليفونات، الا ما كانش التليفون كاين المقدم كيجي حتى للدار. محمد السادس الله ينصره هو يشوف لنا شي حل، وعامل مدينه تاوريت حتى هو يشوف لنا شي حل. راه الانابيك راه ضاعت، راه كل عام هكا، راه ما كيعطيوناش. المدير اللي كان هنا علاش تحيد؟ علاش تحيد المدير اللي كان هنا؟ علاش رجع واحد اخر حتى كانت القلقله على عاملات الفراوله؟
علاش تحيد العميل اللي كان هنا سابق؟ منين دورنا عليه قالك حق راه حيدوه، علاش؟ اذا كان شي حاجه منين جا جديد كيقولنا لا انا ما انا ما عنديش حتى شي مشكل معاكم، راني حقه احنا نستناو الفيزا ديالكم، ما كاين لا فيزا ولا جوج. اسبانيا كي كتوصل شهر ثلاثه كتكاثر عندها الخدمه، وال2004 كيكونوا يزيدوا السوايع، كيكونوا يزيدوا السوايع في شهر ربعه، والاراندالو راه كتبدا حتى شهر خمسه شي مرات، الفريزه كتبدا في شهر ثلاثه شهر جوج، والاراندالو راه كتبدا حتى شهر خمسه، اذا عاد باقا الخدمه. حنا ما غاديش نضلوا نشكيو ونعاود يديروا لنا شي حل، حنا يا اسبانيا كتوفر لنا، يكذب عليك الكاذب اللي يقول لك هنا غادي نوفر لك كل شيء احتياجات نتاع المنزل، ما كايناش. وراه حنا كنديروا غير الحاجه القليله قلناها سابقا ونعاود نقولها دابا، وراه حنا يلاه كنتكافاو مع الضو والمعادي، الا خلصنا كان نجمعوا علينا خمس شهور ونتعضوا، والله ست شهور والله حتى قطعوا علينا نبقى نطلبوا باش نخلصوه. راه حنا ما كنسلكوش واولادنا كيطلبوا لنا على احتياجات بالشهر باش كنفوتوا لكل واحد الا قدينا نوصلوا له داك الشيء، وراهم كيقراو وكيشوفوا ناس كيقراو معاهم، حتى حنا بغينا نوفروا لولادنا حوايج، بغينا نوصلهم كيما ناس اخرين، واش بغاو يعيشوا غير هما ولا؟ حتى حنا ديروا لنا شي حل، علاش بغاو ما عرفتش بغاو يديروا لنا حنا كاع؟ واش بغاو البنات النساء يبغاو يخرجوا من الفساد ولا؟ ويمكن الفساد هو الحل. حنا نطالبوا التسويه، حنا طلبنا يرجعوا لنا الحق ديالنا، حنا ما يقصيوناش من العمل، ما يقصيوناش من العمل، كل عام نبقاو نستناو. طيبتنا غير الطريق، طيبتنا غير الطريق كل عام، يلا شدوا من العام اللي فات خلصنا الفيزا، شدوا الباسبور من العام اللي فات، وانا كنقول غير خليوا الباسبور. معليش معليش دابا غادي يعيطوا لنا، فين راه التعيط؟ حرام والله الا حرام عليهم، هذوك اللي عطاهم الفلوس راه عندهم، راه عندهم يدبروا راسهم، يدبروا راسهم، هذوك راه ما عندهم، حنا ما عندناش، حنا ما عندناش، حنا ما عندناش، حنا ما عندناش. كنقول بنادم كيصلي ويعبد ربي، راه ما كاين والو، راه النفاق هذا الشيء، النفاق النفاق. السلام عليكم، انا من 2007 وانا كنمشي ل 2007 حتى ل 2021 ما عيطوليش، وعندي ثلاثه الاولاد ومطلقه، يعني دائما كنمشي 13 عام وانا كنمشي، يعني هذه 2019 2020 2021 ما مشيتش، يعني هاد الشيء راه منكر، ما عندناش هنا فين نخدموا، ما عندنا حتى شي حاجه، يعني انا القديمه فيهم هنايا، انا القديمه من 2007 وانا كنمشي انا وهاد الحلقه مشات. اي بس نقول لك الله يدير اللي فيها الخير، ما كنعرفش نهضر. يلا المطلبات نتاعنا وبغينا نمشي، وكنعيطوا للخفي اللي كيقول لك سيفنا الكونترا نتاعك، ملي كنجي هنا لانابي كيقول لك لا ما عندك والو، على صحاباتي كلشي مشاو القدام انا ما نمشيش، انا الوحيده في التوريد القديمه، علاش ما نمشيش؟ هاد هي المطلبات نتاعنا الوحيده، وهنا في التوريد معنا ما نخدمو، هاد الشيء اللي كاين. يلا السلام عليكم اخويا. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.